رجعنا تاني لسه مكملين. طبعا قبل الفاصل كنا بنتكلم عن هل فعلا الازواج لما بيعملوا دايت مع بعض ده بيسرع عمليه ان انا يعني اخس بسرعه ولا لا. معانا على التليفون دكتوره شيماء محمد اخصائي التغذيه العلاجيه. دكتوره شيماء اهلا وسهلا، ازاي حضرتك؟ بخير الحمد لله. الحمد لله. قولي لي يا دكتور، بيجي لك في العياده اتنين متجوزين بيعملوا دايت مع بعض، هل ده فعلا بتحسي ان الوزن بينزل اسرع من لما بيجي لك حد من الطرفين لوحده؟ اكيد طبعا، لان بيبقى فيها تشجيع وفيها ان هم بيغيروا من الحاله النفسيه لبعض، في دعم نفسي، خاصه ان في بعض الازواج بيذموا في بعض، فبتلاقي بيسبب نتيجه عكسيه. في بعض الازواج بيجي يقول لزوجته انت فاشله، انت مش هتخسي، بصي شكلك، تخنتي، فبيبتدي يذم فيها ويقول لها كلام، فده بيأثر على الحاله النفسيه، فبالعكس هي ما بتلتزمش بالدايت وممكن يجيب معاها نتيجه عكسيه انها تاكل اكتر. هو ممكن يقول لها كده قدامك؟ لا، هي اللي بتيجي تبلغني ان جوزها بيقول لها كده. بيقول لها كده؟ في اوقات بتيجي بعض الزوجات تيجي مع جوزها، ابص اتفاجئ بيه وهو بيتكلم، يقول لي قولي لها والنبي يا دكتوره ده اصل هي ما تسمعش الكلام، بص شكلها عامل ازاي. انا بصاله ايه ده؟ فاقول له لا، هي زي الفل، هي كويسه، محتاجه منك دعم نفسي. ممكن بعد ما بتبتدي اقول لها اخرجها بره الاوضه اتكلم معاه هو، لان هو بيبقى اساس، لان كلمته ليها وان هو يقلل من عزيمتها، بص تلاقي انه يجيب نتيجه عكسيه. وفي طبعا اكيد بيحطها في ستريس، والستريس ده اكيد بيضعف عمليه الحرق، مش كده يا دكتور ولا ايه؟ طبعا، لان في نسبه كبيره الحاله النفسيه مهمه قوي قوي على الحرق برضه، يعني ما نقدرش ننكر ان الحاله النفسيه بتاثر على جميع وظائفنا وجميع اعضائنا. فانا لما يجيني حاله نفسيه ان انا شايفه ان انا غير مرغوب فيا، او ان جوزي او الراجل اللي موجود معايا بينتقدني على طول، ده في حد ذاته هياثر على الحاله النفسيه، وبص تلاقيها ما تخفش. لكن في المجمل لما بيجوا لك الاثنين مع بعض انت بتشوفي ان في فرق في الاوزان، يعني بتحصل بسرعه العمليه، يعني بتحصل بسرعه. ده بيبتدوا يعملوا مسابقه مين التزم اكتر، مين اللي خس اكتر، لا انا خسيت اكتر منك، لا انا احسن منك، انا التزمت. ده اوقات كمان بيجوا هو يقول ايه، لا ده هي لخبطت في حاجه انا ما لخبطتش فيها، هي اثرت في كذا وانا ما اثرتش، والعكس نفس الفكره هي بتعلق عليه، فبيبقى في تشجيع اكتر ودعم نفسي اكتر، فبيكون في نزول وزن احسن ليهم، وخاصه ان هم بيتبعوا نفس النظام ونفس الاكل على في البيت. اوكي دكتوره شيماء، احنا اتكلمنا عن الازواج بقى والتشجيع لبعض، بس هل قابلتي برضو او بيجولك اصدقاء لقيتي ان هم بيشجعوا بعض وبيحفزوا بعض على الدايت؟ طبعا، اصدقاء، في بعض اللي تبقى جاره وجارتها مع بعض، بيجوني حالات كتير قوي بنفس النمط، صاحبه بنت عم، ويجوا بالعكس يتعاملوا مع بعض على الواتساب، ها انت النهارده عملتي كذا، انت مشيتي على اللي قالته الدكتوره. ابص الاقيهم يبتدوا بعد كده بيعملوا جروب لاصحابهم ويبتدوا يجوني ان مجموعه مع بعض، فبيبقى ليه دعم اكتر. أكيد. لو مجموعه مع بعض بيبقى ليه دعم اكتر، بس مش شرط يا دكتور ان هم يمشوا على ريجيم واحد. لا. لان اللي اعرفه ان كل واحد على حسب طبيعه جسمه، كميه الدهون اللي عنده، كميه الميه اللي في جسمه، سنه بالظبط. بس يعني ممكن نقول بيبقى في تقارب، لو البنات مثلا جم مجموعه مع بعض متقاربين في السن، في الاوزان، يعني اثنين ثلاثه بيبقوا قد بعض، دول بيعتبروا بيعتمدوا على نفس النمط، الا لو حالات عاداتهم الغذائيه بتختلف. ايوه، بس الموضوع يا دكتور بيأثر نفسيا لما ممكن حد بقى، ما هو الصحاب برضو بيبقى فيه ان هم بيبصوا برضو ايه، انت خسيتي الاول، لا ده انا ما خسيتش، ممكن تلاقي اللي لسه برضو اللي ما نزلتش بسرعه، ما كل جسم بيختلف عن التاني اكيد، صح ولا لا؟ طبعا. في جسم بيبقى حرقه سريع وبيستجيب للدايت بسرعه، وفي جسم لا، فاكيد بيحصل بقى ممكن يأثر على النفسيه شويه، لان هم اصدقائه مع بعض بدأوا، ففي حد بيتقدم وفي حد لا. ده بيبقى دوري انا بقى ان انا اغير من الحاله النفسيه بتاعتها، ان انت ليكي نمط معين، انت ليكي نظام مختلف، اذا طب ما انا صاحبتي مشيت على نفس النظام هي خسرت، انا لا، اقول لها انت في كذا كذا قدامك، لان بيبقى ليا لفه او تحاليل بتبقى موجوده قدامي، ابتدي اقول لها لا بس في فرق بين الاثنين حبيبتي، انت مشيتي على كذا، هي مشيتش على كذا، هنبتدي نختلف شويه عنها عشان تبتدي تجيبيها، ان انا اغير من حالتها النفسيه، فبدي دعم.
هو الحاله النفسيه عالم يعني. بصي الموضوع النفسيه بدايه دي اول حاجه اكيد بتبداي بتتعاملي بيها لان هي عامل اساسي. التغذيه والحاله النفسيه الاثنين ماشيين نفس النمط. ما ينفعش ابتدي مع حاله تغذيه من غير الحاله النفسيه ما تتظبط. في ناس بتبقى فاقده الامل تماما يعني فبقى خلاص انا لو عملت دايت مش هحس. بحولها نفسيه يعني في حالات بتعاني مشاكل لدرجه ان حضرتك تحوليها لنفسيه. حالات كتير جدا بتقابلنا بيجي لها مثلا زي حاله شرح عصبي وشرح نفسي. بص هي بتاكل بكميات مهوله وبالاخص لما تزعل دي بضطر ابعتها لدكتور النفسيه. ما هي دي الكارثه بقى النفسيه. هو التخصص ده يعني اللي هو طب واللي بيتخن يا دكتور لما يزعل ولما يفرح اللي زي حالاتنا كده اللي هو في كل الاحوال هو بيتخن. عايز شيء يقرا عليه بقى. اه بالظبط كده مش دكتور نفسيه. عايز نعمله ايه بقى؟ نخليه مبسوط ولا لا ولا زعلان نعمل ايه؟ في كل الحالات بياكل. لا عشان نربط له بقه نكهرب له الثلاجه. ايوه. طب يا دكتوره شيماء هسالك سؤال. ليه في جسم يعني ما بيخسش خالص وفي جسم لا عادي الميتابوليك ريت عنده بيبقى سريع وكده؟ هل ده له علاقه بالسن؟ تفرق من راجل لست ولا دي برضو زي ما مها بتقول بيزعل بياكل بيفرح لا دي الموضوع ده بيبقى كلينيكال يعني ان انا بطلب منه تحاليل. يعني انا المفروض قبل ما ابتدي مع الحاله عشان تخس او تزيد او لازم اطلب منها تحاليل معينه ونعمة عليه بعرف اذا كانت الحاله دي هتخس ولا لا. دي بتاعتي انا بقى. اوكي. فاهماني؟ فبطلب منها تحاليل بناء عليه بعرف اذا كانت الحاله هتخس ولا لا. طب ما تقول لنا وصفه كده يا دكتور حاجه كده يعني مشروب تزود الحرق يعني حاجه تعلي حرق يعني تعلي بدل ما كله حرق دم حرق دم نشوف حرق دهون. يعني ممكن نلتزم شويه ان كل دكتورة شيماء ايوه مع حضرتك. الو اتفضلي يا دكتور. ايوه معاكي. بصي كل ما يكون السن اصغر استغل الفرصه ان انا العب على ان سني صغير ما تكاسلش وما سيبش نفسي من الوزن دي. تقصدي ايه يا دكتور؟ تقصدي ايه بكلمه زي دي؟ لا كلام جارح زي الفل. انا ما قلتش حاجه. طب يا دكتور احنا ضحايا كورونا كلنا طبعا. تنصحينا بقى؟ احنا عايزين نصيحه جماعيه بقى للكل. عايزين نلتزم شويه يكون في حركه ومشي او رياضه كل يوم في الفترة دي عشان نسعي في الكارثة اللي حصلت في الكام شهر اللي فاتوا. لازم يكون في مجهود على قد الوزن اللي زاد. لازم نبتدي نلتزم بتعليمات وحاجات خاصة غذائية صحية. يعني لازم يكون في طبق السلطة يكون متواجد في جميع وجباتنا مش وجبة واحدة. ما اقعدش فترات طويلة بدون أكل. نبتدي ننظم مواعيد نومنا شوية عن كده لأن في ناس ستيل لغاية دلوقتي مستمرة سهرانة وتطبق وتاكل الليل كله. ده طبعا كارثه تماما. ده حقيقي. ده حقيقي هو السهر فعلا بيبقى كارثه في موضوع الاكل بجد. فعلا الشهيه بتبقى مفتوحه قوي. السهر بقى ونبتدي ناكل. عارفه انا بطلت اسهر على فكره بقيت اخاف اسهر دلوقتي عشان ما اكلش. ايوه السهر ده انت بتاكلي انت قاعده عارفه لا بتاكلي مره واثنين وثلاثه فعلا. يعني انت قاعده ده حقيقي. دكتور بنشكرك جدا. بنشكر حضرتك جدا جدا على كم المعلومات دي. الف شكر لحضرتك. العفو حبيبتي. العفو. تحت امرك. ونشجع بعض بقى. خلاص عيب بقى. يعني المفروض خلاص عيب بقى كام يعني 12 مثلا ولا ايه؟ 12 كده مش احسن؟ لا على فكره هو النوم بقى. بصي عايزه اشوف على فكره بقى ان هو موضوع التخسيس يبقى 10 ماكسيموم لانك اخر وجبه المفروض تاكليها 8. مفيش حاجه تخش بطنك بعد 8 عشان تخسي. طب ممكن سناك وحاجات كده يعني ولا ايه؟ جوعتي قوي يبقى يعني خيارايه مقشره فاكهيه. انا باخد المعلومات من دكتورتي. لكن الشوكليت ومكسرات والحاجات دي شوكليت 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 من انت؟ حاجه انت مش قلتي احد ولازم حاجه احلي. طب انا بفاكهه بفاكهه ساعتها. طيب احنا نرجع تاني لموضوع حلقتنا وهو موضوع الكدبه البيضاء. زي ما اتكلمنا في الاول ان الكدبه اختلفنا الكدبه الوان ولا الكدب ممكن يبقى للمجامله ولا كدب لا. احنا معانا